بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله تعالى ألف لام ميم من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله، فأخبر تعالى أنه الحي كامل الحياة، القيوم القائم بنفسه، المقيم لأحوال خلقه، وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية، فأنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه، وهو مشتمل على الحق، مصدقا لما بين يديه من الكتب، أي شهد بما شهدت به ووافقها وصدق من جاء بها من المرسلين. وكذلك أنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي هذا الكتاب، هدى للناس، وأكمل الرسالة وختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه العظيم الذي هدى الله به الخلق من الضلالات، واستنقذهم به من الجهالات، وفرق به بين الحق والباطل والسعادة والشقاوة والصراط المستقيم وطرق الجحيم. فالذين آمنوا به واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل، والذين كفروا بآيات الله التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام ممن عصاه. ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى ما في بطون الحوامل، فهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من ذكر وأنثى، وكامل الخلق وناقصه، متنقلين في أطوار خلقته وبديع حكمته. فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه العظيم بأحوالهم من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم، لا مشارك له في ذلك، فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو. لا إله إلا هو العزيز الذي قهر الخلائق بقوته واعتز عن أن يوصف بنقص أو ينعت بذم، الحكيم في خلقه وشرعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله جل وعلا على أن تيسر إكمال الكلام على تفسير سورة البقرة، ومن نعمة الله عز وجل وفضله أن يسر لنا في هذا الدرس أن نبدأ في الكلام على تفسير الزهراء الثانية، وهي سورة آل عمران. ولعلي أذكر ببعض فضائل سورة آل عمران، وإن كانت في الجملة تشترك فيها مع سورة البقرة مما مر ذكره، لكن على سبيل التذكير فهذه السورة، وهي سورة آل عمران، سورة عظيمة لها فضل عظيم. مما جاء في فضلها حديث أبي أمامة الباهلي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان
من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، رواه مسلم في صحيح. ومعنى غمامتان، الغمامة هي السحابة، والغياية بالياء هي كل شيء يضل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. وقول فرقان من طير يعني قطعتان، والفرقة هي القطعة من الشيء، ومعنى صواف يعني مصطفة متضامنة ناشرة أجنحتها لتظلل قارئها. وقول تحاجان يعني تجادلان وتدافعان عن صاحبهما. وهذا الحديث فيه فضل عظيم لهاتين السورتين، سورة البقرة وآل عمران، فإنه صلى الله عليه وسلم في بدايته عمم فقال اقرأوا القرآن، وهذا عام، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وهذا يشمل البقرة وآل عمران وسائر القرآن. ثم خصص الزهراوين وهما سورة البقرة وسورة آل عمران، وبين وجه تخصيصهما، فذكر أن لهما ثلاث خصائص. الخصيصة الأولى الخصيصة العامة التي تشترك فيها هاتان السورتان مع سائر القرآن، وهي أن هاتين السورتين تشفعان لصاحبهما كما هو حاصل في سائر القرآن. والخصيصة الثانية وهي خاصة أنها تضل صاحبها، هاتان السورتان تضلان أصحابهما. والخصيصة الثالثة أنهما تحاجان عن صاحبهما، يعني تجادلان عنه وتدفعان عنه ما يسوءه من العذاب في الآخرة. وهذا فضل عظيم، لأن المجادلة أبلغ من الشفاعة، فالشخص قد تشفع له لكن لا تجادل وتدافع عنه. وسورة البقرة وآل عمران كما أنهما تشفعان لصاحبهما، فإنهما أيضا تجادلان وتحاجان عنه يوم القيامة في وقت هو أحوج ما يكون إلى من يحاج عنه ويدافع عنه. جاء أيضا في حديث النواس بن سمعان مرفوعا قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، والقائل هو النواس، كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق يعني ضياء، أو كأنهما حزقان يعني فرقتان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، رواه مسلم. هذا الفضل العظيم المذكور في الحديثين المتقدمين يحصل لمن قرأهما وعمل بما فيهما. ولهذا في الحديث النواس قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، فهذه الفضائل تحصل لمن قرأ هاتين السورتين وعمل بما فيهما وإن لم يحفظهما. فليس من شرط حصول ذلك الفضل أن يحفظهما، وإن كان هذا كمال على كمال وخير على خير،
لكن الفضل حاصل لمن قرأهما وعمل بما فيهما. ومعلوم أنه لا سبيل إلى العمل بهما إلا بعد فهم معانيهما، فمن لم يفهم معانيهما كيف يعمل بما تضمنتاه من معاني؟ ولهذا يتأكد على من يطلب هذه الفضائل العظيمة أن يتفقه في معاني هاتين السورتين، ولا يكتفي بمجرد القراءة، فإن مجرد القراءة لا يكفي في حصول هذه الفضائل على أتمها لحديث النواس وأهله الذين كانوا يعملون به. أيضا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم، وفي رواية يعد فينا عظيما، يعني بين الصحابة رضي الله عنهم. رواه الإمام أحمد وابن حبان، وصح سنده ابن تيمية، وهو يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون لهاتين السورتين فضلا عظيما، بحيث إن من يقرأهما يعظم في نظر الصحابة رضي الله عنهم. هذه السورة وهي سورة آل عمران، لبداية نزولها أو بداية الآيات التي جاءت فيها مناسبة ذكرها المفسرون، والشيخ رحمه الله أشار إليها، ممن ذكرها ابن جرير في تفسيره. وأذكر نص كلام ابن جرير، قال رحمه الله: وقد ذكر أو قد ذكر أن هذه السورة ابتدأ الله بتنزيل فاتحتها بالذي ابتدأ به من نفي الألوهية عن غيره ووصفه نفسه، احتجاجا منه بذلك على طائفة من النصارى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران، فحاجوه في عيسى وألحدوا في الله، فأنزل الله في أمرهم وأمر عيسى من هذه السورة نيفا وثلاثين آية من أولها، احتجاجا عليهم وعلى من كان على مثل مقالتهم، فأبوا إلا المقام على كفرهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة فأبوا ذلك، وسألوا قبول الجزية منهم فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وانصرفوا إلى بلادهم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم بين ابن جرير في تفسيره أن هؤلاء الوفد من النصارى وإن كانوا قصدوا بالحجج والبينات التي ذكرت في بداية هذه السورة، إلا أن هذه الحجج وتلك البينات تشمل كل من كان في معناهم ممن كفر بالله واتخذ معه إلها سواه، فكل أولئك محجوجون بهذه الحجج والبينات، وكل الناس مأمورون بالتدبر والتفهم لمعاني تلك الآيات البينات. هذا ما ذكره رحمه الله في مطلع كلامه على تفسير هذه السورة. مما ذكره أيضا بعض المفسرين في مطلعها بيان سبب تسميتها. طبعا هي سورة آل عمران، وهذه التسمية جاءت في السنة النبوية الصحيحة، لأن بعض سور القرآن سميت في السنة النبوية الصحيحة، وبعض السور لم يرد لها تسمية
في السنة النبوية الصحيحة، ولهذا اختلف العلماء فيما لم يرد فيه تسمية، هل هذه التسمية التوقيفية بمعنى أن الصحابة تلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنها كانت باجتهاد الصحابة. لكن بالنسبة لمثل سورة البقرة وسورة آل عمران وغيرهما من السور، هذه السور أو بعض هذه السور جاء النص على اسمها في السنة النبوية الصحيحة. والسور تسمى بأسماء لأشياء ذكرت فيها، ويكثر أن يكون هذا الشيء لم يذكر إلا في هذه السورة، فتسمى السورة بذلك الاسم الذي ورد، والتسمية يقولون تكون لأدنى ملابسة. آل عمران، عمران هو أبو مريم كما قال الله عز وجل: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. فعمران هو أبو مريم، وآله هم زوجته أم مريم وأختها، أخت زوجته وهي خالة مريم هي زوجة زكريا عليه السلام، وزكريا عليه السلام هو كافل مريم لأن أباها توفي وهي حمل في بطن أمها، فكفلها زوج خالتها. هذا ما ذكر في تسمية هذه السورة. استهلها ربنا عز وجل بالحروف المقطعة ألف لام ميم. الشيخ رحمه الله قال: من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله. وقد تقدم الكلام على نظير ذلك في مستهل سورة البقرة. والمؤلف رحمه الله ذكر أنه لا يعلم معناها إلا الله، لكني ذكرت هناك إضافة على ذلك، فمن يذكر هذه الإضافة مع بعد العهد؟ لكن لعله يعني بعض الإخوة يتذكرها ولو من غير الدرس. يعني هل هناك ملحظ أو مغزى لذكر الحروف المقطعة؟ نعم. نعم أحسنت. يعني كما ذكر المؤلف رحمه الله، هذه الحروف في ذاتها ليس لها، لا يعرف لها معنى، لا نعرف لها معنى، ولهذا الشيخ قال لا يعلم معناها إلا الله، لكن لها مغزى يعني مقصد، وهذا المقصد ذكره بعض أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن كثير في تفسيره وغيرهما. هذا المغزى هو بيان إعجاز القرآن، حيث إن هذا القرآن لا يقدر أحد على معارضته بمثله، وقد تحدى الله فصحاء العرب أن يأتوا بمثله، وأن يأتوا بسورة منه، وأن يأتوا بعشر سور مثله، وأن يأتوا بآية، ومع ذلك عجزوا، مع أنه مركب من هذه الحروف التي يتخاطبون بها. فهذا مغزى لذكر هذه الحروف المقطعة في بعض أوائل السور. ولهذا يقول شيخ الإسلام أن مما يلحظ أن كل سورة تستفتح بالحروف المقطعة لا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وبيان عظمته، وهذا مما يشير إلى هذا المغزى. وهذا ظاهر في هذه السورة وفي سورة البقرة وفي غيرها: قاف والقرآن المجيد، حاميم تنزيل الكتاب، إلى آخره من السور.
ففيها هذا المعنى. وهذا المعنى له مناسبة هنا أيضا، وهي أنه تقدم أن مطلع هذه السورة له مناسبة قدوم هذا الوفد الذين هم مكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذبون للإسلام، ويدعون في عيسى ما ليس له من الألوهية، أو إنه ابن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، كما هي دعاوى النصارى المعروفة. وهم يزعمون أن هذا القرآن من عند محمد، وإلا لو صدقوا بأن هذا القرآن من عند الله لخصمهم. فجاء هذا الاستفتاح تحديا لهم وتحديا لغيرهم، فلو كان ما تقولون صحيحا من أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي اختلق القرآن، فأنتم عرب مثله، فلتأتوا بقرآن مثله كما جاء محمد بمثل هذا القرآن، أما وقد عجزتم عن أن تأتوا بآية من آياته، فضلا عن سورة، فضلا عن القرآن كله، فأقروا بأن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الآية الثانية، وهي آية عظيمة مر الكلام على نظيرها عند الكلام على تفسير آية الكرسي، فإن آية الكرسي استفتحت بقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولعلي أذكر بعض ما يتعلق بذلك من غير توسع، لأنه سبق في تفسير آية الكرسي تفسير نظير هذه العبارة. أما قوله سبحانه لا إله إلا هو، فهذه كلمة التوحيد، ومعناها لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وتقديرنا بحق، لأن المعبودات الباطلة غير الله موجودة، لكن لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله عز وجل، هذا معنى لا إله إلا هو، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الاستفتاح أيضا فيه رد على النصارى، لأن النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله لا إله إلا هو، وهو رد على غيرهم، لكني ذكرت النصارى لمناسبة ما ذكر في سبب أو مناسبة نزول مطلعها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ذكر الله عز وجل وهنا اسمين كريمين من أسمائه، الاسم الأول الحي، الشيخ رحمه الله قال كامل الحياة، ووجه ذلك أنهم في اللغة العربية يقولون ال هذه ال إيش؟ الجنس، تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق، فهي تستغرق كمالات الحياة، يعني الحي الحياة الكاملة. الحياة الكاملة يظهر كمالها في ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه لم يسبقها عدم، فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فله الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم. الأمر الثاني أنه لا يلحقها فناء، فالله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء.
وتوكل على الحي الذي لا يموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فله جل وعلا الحياة الباقية التي لا يلحقها موت. المعنى الثالث أن له الحياة الكاملة التي لا يلحقها أو لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. فالإنسان وغير الإنسان قد يوصف بالحياة لكن حياته فيها نقص، ومن هذا النقص مثلا أنه يعتريه السنة والنوم، بينما الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن حياته عز وجل كاملة من هذه الأوجه الثلاثة سبحانه وتعالى. وفي ذكر هذا الاسم أيضا رد على الكفار عموما وعلى النصارى خصوصا، فهل عيسى له مثل هذه الأوصاف وتلك الخصائص؟ كيف يجعلونه شريكا مع الله؟ وكيف يجعلون الله عز وجل الحي الحياة الكاملة ثالث ثلاثة؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الاسم الثاني القيوم. الشيخ رحمه الله بين معنى اسم القيوم وهو أيضا من الأسماء الحسنى. قال القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه. إذن القيوم أصله من القيام، ويتضمن أن الله عز وجل قائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، مستغن عن خلقه، ويتضمن أيضا أنه مقيم لغيره فلا غنى لأحد عنه سبحانه وتعالى. فهو القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مما يختص به الله عز وجل، فإن كل مخلوق لا قيام له إلا بالله عز وجل، وليس يملك إقامة لغيره إلا ما أقدره الله عليه مما من بعض ما يكون به القيام لا من كله. والله عز وجل هو القائم بنفسه المقيم لغيره من جميع الوجوه. المقيم لغيره يتضمن أنه جل وعلا قائم بخلقه، ولهذا الشيخ رحمه الله قال المقيم لأحوال خلقه، وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية. فهو جل وعلا أقام أحوالهم الدينية، ومن ذلك أنه جل وعلا هو الذي أحياهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يعطيهم، وهو الذي يمنع، فهذا كله من قيامه سبحانه وتعالى بأحوالهم الدنيوية. أيضا هو القائم بأحوالهم الدينية، فهو الذي جل وعلا أنزل الكتب وبعث الرسل ووضع الإيمان في القلوب وفتح القلوب للتقوى، كل ذلك من قيامه جل وعلا على عباده ومن فضله ومنته عليهم. من قيامه على عباده ما ذكره بعد ذلك، قال نزل عليك الكتاب بالحق، وهذا من القيام في الشؤون الدينية، لأن القيام كما ذكر الشيخ في الشؤون الدنيوية وفي الشؤون الدنيوية. فمن قيوميته سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتب
وبعث الرسل لهداية الناس. ولهذا أعقب ذلك قوله سبحانه: نزل عليك الكتاب بالحق. المخاطب في قوله نزل عليك الكتاب بالحق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو القرآن إجماعا، يعني نزل عليك القرآن بالحق. ما معنى بالحق؟ الشيخ رحمه الله قال: فأنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه، وهو مشتمل على الحق. هذا الكلام يتضمن أن قوله بالحق له دلالتان. الدلالة الأولى أن هذا الكتاب نزل بالحق، يعني أنه حق من الله عز وجل، لا ريب فيه من الله عز وجل، فليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر كما قال بعض المشركين، وإنما هو حق لا ريب في أنه من الله عز وجل. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أنه في مشتمل فيما تضمنه على الحق. واشتمال القرآن على الحق يتضمن أنه صدق في الأخبار، عدل في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار، وأخباره صادقة لا شك فيها، وعدل في الأحكام، فأحكامه عادلة لا ظلم فيها ولا جور، بل هي على مقتضى حكمة منزلها جل وعلا. وهذا هو معنى قول الله عز وجل في الآية الأخرى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فذكر الأمرين. ولهذا الطبري في تفسيره للآية الأخيرة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل قال إن بالحق أنزلناه لاشتماله على الحق، وبالحق نزل لأنه لا ريب أنه من عند الله عز وجل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. هذا الجزء من الآية يبين أن هذا الكتاب العزيز وهو القرآن مصدق لما تقدمه من الكتب التي أنزلها الله عز وجل. وهذا التصديق له أو يتضمن ثلاثة معان. المعنى الأول أن تلك الكتب بشرت بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن التصديق يأتي أحيانا في القرآن أن القرآن مصدق، ويأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لمن قبله. هنا التصديق وصف به القرآن: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا، يعني القرآن مصدق للكتب السابقة. فتلك الكتب بشرت بالقرآن، فثبت صدق ذلك بنزوله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن في القرآن الإخبار بالكتب السابقة وبالأنبياء السابقين، فهو مصدق يعني شاهد لتلك الكتب السابقة، شاهد بصدقها
وأنها في أصلها من عند الله عز وجل. المعنى الثالث أن القرآن وافق تلك الكتب في تقرير التوحيد وأخبار أمور الآخرة والعقائد وما يخبر به، فهذا مما تتفق فيه جميع الكتب المنزلة من الله عز وجل في أصلها. طبعا الكتب حرفت الآن، لكننا نتكلم عن الكتب في أصل إنزالها، هي متطابقة في الأخبار وفي العقائد وتقرير التوحيد وتقرير أمور الآخرة، وإنما تختلف في الأحكام والشرائع في بعض الأحكام. فهذا أو تلك الموافقة هي من تصديق القرآن للكتب السابقة. وفي هذه العبارة ويقوله مصدقا لما بين يديه فيه أيضا إشارة لأهل الكتاب من النصارى وغيرهم، وقد تقدم أن مناسبة نزول الآيات بمناسبة وفده، أنكم إذا لم تؤمنوا بهذا القرآن عاد ذلك إلى تكذيب ما معكم. فهم يدعون أنهم يؤمنون بالإنجيل، والإنجيل يبشر بنبينا صلى الله عليه وسلم ويبشر بالقرآن، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فإذا لم تؤمنوا بهذا الكتاب وبالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يعود إلى تكذيبكم بما معكم، لأن هذا النبي الكريم وكتابه مصدق لما معكم بالاعتبارات السابقة، فإذا كذبتم به فقد كذبتم بما معكم، فعاد أمركم إلى الكفر بما معكم كما كفرتم بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم. مصدقا لما بين يديه ثم قال جل وعلا وأنزل التوراة والإنجيل. يلحظ أن في القرآن قال نزل عليك الكتاب، وفي التوراة والإنجيل قال أنزل، هناك نزل، هل هناك حكمة في التفريق؟ تفضل. نعم أحسنت. هذه الحكمة ذكرها القرطبي في تفسيره وذكرها غيره أيضا، وهي أن القرآن نزل منجما، يعني لم ينزل القرآن دفعة واحدة، وعبارة نزل تدل على النزول شيئا فشيئا، بينما التوراة والإنجيل نزلت دفعة واحدة، فلهذا قال وأنزل التوراة والإنجيل، هذا ما ذكره القرطبي وذكره أيضا بعض المفسرين غيره. وهذا يفيد أيضا أن الذي أنزل القرآن هو الذي أنزل التوراة والإنجيل، فالمكذب للقرآن مكذب لله كافر بالتوراة والإنجيل، وهذه من حجج الله على من كذب بالقرآن وكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول وأنزل التوراة والإنجيل، فأنتم تدعون أنكم متبعون للإنجيل، الذي أنزله هو الذي أنزل القرآن، فإذا كفرتم به فقد كفرتم بمنزله جل وعلا وكفرتم بما معكم.
قال من قبل هدى للناس. قوله من قبل هذه لها دلالة كما ذكر بعض المفسرين، قالوا كي لا يتوهم أن هدى التوراة والإنجيل مستمر بعد نزول القرآن. وفي ذكر هذا القيد إشارة إلى أنها كالمقدمات لنزوله، وأن ما تضمنه القرآن هو تمام ما أراد الله عز وجل من البشر، فهو خاتم الكتب وهو المهيمن على الكتب، كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذا القرآن مهيمن، وأصل الهيمنة كما يقول ابن جرير في تفسيره الحفظ والارتقاب، يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهد به يقال هيمن عليه. والقرآن حفيظ ورقيب على ما تضمنته الكتب السابقة، ولهذا ما خالفه إما بأيدي اليهود أو النصارى فهو مردود محرف، أعني في أمور الاعتقاد. وأما الشرائع فقد تختلف الشرائع في الأحكام كما أشرت آنفا. مصدقا لما بين يديه من التوراة وأنزل التوراة مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. قوله هدى للناس هذا عائد إلى الكتب المنزلة الثلاثة، فالله عز وجل ذكر إنزال القرآن على نبيه، ثم ذكر إنزال التوراة، والتوراة نزلت على موسى عليه السلام، ثم ذكر إنزال الإنجيل وهو نزل على عيسى عليه السلام، وأفرد القرآن لعلو قدره، وجمع التوراة والإنجيل، ثم قال هدى للناس، وهذا عائد على الكتب الثلاثة، فهي أنزلها الله عز وجل لهداية الخلق. وقوله للناس يفيد أن هذه الهداية هي هداية ماذا؟ أي نوعي الهداية؟ الدلالة والإرشاد. ولهذا جعلها للناس عموما، فهذه الكتب هي هداية للناس جميعا. القرآن نقول هو هدى للناس جميعا للمسلم وللكافر. كيف؟ بمعنى أنه دلالة وإرشاد على الحق، لكن قد يهتدي به أناس وقد يعرض عنه آخرون، هذه تسمى هداية الدلالة والإرشاد. بينما الهداية المضافة للمتقين هذه هداية إيش؟ الهدايتان جميعا، كما في مطلع سورة البقرة قال إيش؟ هدى للمتقين. هذه الهداية تتضمن النوعي الهداية، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والقبول. فالمتقون اهتدوا واسترشدوا بالقرآن وقبلوه ووفقهم الله عز وجل للعمل به، وهم أعظم الناس انتفاعا بالقرآن. وأما من دله الله عز وجل فأعرض فإنما قامت عليه الحجة. ولهذا هنا جعل الهدى للناس لأن هذا من قبيل النوع الأول. قال هدى للناس، ثم قال جل وعلا وأنزل الفرقان.
ما هو المراد بالفرقان؟ ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن المراد به القرآن، وهذا هو أحد قولي المفسرين، لأن للمفسرين قولين في تفسير الفرقان هنا. فالقول الأول الذي أشار إليه الشيخ أن المراد بالفرقان هو القرآن، كما قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهنا المراد به القرآن بلا إشكال. القول الثاني يقولون إن المراد بالفرقان هو كل ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال مما تضمنته الكتب المنزلة. فالقرآن فرقان والتوراة فرقان. قال تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. والمعنى أن هذه الكتب المنزلة فيها الفرق، أو فيها تضمنت ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. ومن ذلك أن القرآن فصل بين الحق والباطل في أمر عيسى عليه السلام لمناسبة ما ذكر سابقا. ابن جرير في تفسيره رجح أي القولين؟ القول الثاني. وعلل ذلك قال: لأن القرآن هو الكتاب، فإذا قلنا أن أنزل الفرقان يعني القرآن صار فيه تكرار، أليس في بداية الآيات نزل عليك الكتاب، وقلنا أن المراد بالكتاب هنا القرآن بالإجماع على القول الأول، وأنزل الفرقان تكرار. فيقول ابن جرير أن الأولى أن نحمل اللفظ على التأسيس وليس على تكرار. التأسيس يعني ابتداء معنى جديد، هذا هو الأولى، فيكون هذا مرجحا للقول الثاني كما ذكر رحمه الله. مما يؤيد ما ذكره ابن جرير أن الله عز وجل قال في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففي هذه الآية ذكر الله عز وجل القرآن ثم الهدى ثم الفرقان، والمراد بالفرقان يعني ما يميز بين الحق والباطل. هنا أيضا ذكرت الأمور الثلاثة، ذكر الله عز وجل القرآن ثم ذكر الهدى ثم ذكر الفرقان، فتكون هذه الآيات نظير ما جاء في سورة البقرة على اعتبار المعنى الثاني. الثاني اللي هو الفرقان، ما يميز بين الحق والباطل. قوله جل وعلا: وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. لما عظمت النعمة من الله عز وجل على عباده بالكتاب المنزل والهدى الذي يهدي إلى الحق والفرقان الذي يميز الباطل من الحق، وقامت بذلك الحجة على الخلق، استحق المعرضون بعد كل هذا البيان
العذاب الشديد. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك وما ذكره سابقا هو امتنان منه سبحان الله سبحانه على عباده. فالله عز وجل يذكر هذا التنزيل امتنانا وبيانا لقيام الحجة على خلقه. أما وقد قامت الحجة واتضحت المحجة فإن الناس انقسموا إلى قسمين: قسم اتبعوا الحق واهتدوا به واستضاءوا بالفرقان فهداهم الله عز وجل إلى صراطه المستقيم وجزاهم بالجنة والنعيم، وقسم آخر أعرضوا. قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله، الآيات يعني جاء التعبير القرآني في هذا المقام بالآيات لم يأتي بالقرآن، لأن الآيات ما معناه؟ الدلائل الواضحة، الدلائل الواضحة التي لا ينكص عنها ولا يستنكف عن اتباعها إلا مكابر صاحب هوى. وقد ذكر الله عز وجل أنه بين الحق وأنزل الفرقان، بعد ذلك إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. كفروا بآيات الله بالحجج والبينات الواضحات، أقام الله عز وجل عليهم الحجة، اتضحت لهم المحجة، لكنهم لهوى أنفسهم أعرضوا عن الحق، أعرضوا عن هداهم، فاستحقوا العذاب الشديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. هذا الإعراض وذلك الكفر بعد هذه الحجج الواضحة والبينات الظاهرة لا يكون إلا لهوى وكبر في النفوس، ولهذا استحقوا العذاب الشديد. قال جل وعلا لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الله عز وجل في القرآن يبين الحق، لكن بيان الحق واتضاحه قد لا يهتدي به بعض الخلق، والسبب في ذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهؤلاء يهددون ويوعظون، وهذا ما جاء في قول الله عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. من لا تنفع معه الحجج والبينات قد يؤثر فيه الوعظ والتخويف والتهديد، والله عز وجل يريد بعباده الهدى والاهتداء. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ذكر الله عز وجل أنهم كفروا بآيات الله، والآيات كما ذكرت في الأصل معناها العلامات الواضحات، يعني الدالة على توحيد الله وكماله وتنزيهه عن النقائص، ومنها الولد والشريك، لا كما ادعته النصارى حيث قالوا إن عيسى ابن الله أو إن الله ثالث ثلاثة.
وبهذا الاعتبار يدخل فيها الآيات الكونية والآيات الشرعية. فوجه كون الأولى آية وهي الآيات الكونية أن أحدا لا يستطيع أن يفعل مثل فعل الله، فآيات آيات الله الكونية مثل الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر كلها دالة على الله عز وجل وعلى توحيده، وهي آية يعني معجزة لأنه لا أحد يستطيع أن يوجد مثلها. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. هذا وجه كونها آية. النوع الثاني وهو الآيات الشرعية وهي القرآن الكريم، فتدخل في قوله إن الذين كفروا بآيات الله يعني القرآن الكريم. ووجه كونها آية هذا ظاهر، لأن الله عز وجل تحدى الناس أن يأتوا بمثله، قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال بعض العلماء أن المراد بآيات الله القرآن فحسب، يعني قصروه على المعنى الثاني، والآية محتملة للمعنيين كليهما. وأما دخول آيات القرآن فلا شك فيه. ثم إن الله عز وجل قال والله عزيز ذو انتقام، عزيز في سلطانه لا يمنعه مانع ممن أراد أن يعذبهم، والعزة كما يقول العلماء تتناول، العزة التي يوصف بها الله تتناول ثلاث معاني، ما هي؟ القدر، فالله عز وجل عزيز في قدره وهذا عظم قدره جل وعلا، عزيز في قهره فهو قاهر وهو القاهر فوق عباده، كل الخلق مقهورون تحت سلطانه، وهو له عزة الامتناع. ومعنى عزة الامتناع أنه جل وعلا لا يقدر أحد أن يناله بسوء ولا يمتنع أحد منه إن أراد جل وعلا به ضرا أو أراد به نفعا. فالله عز وجل له عزة القدر والقهر والامتناع، فهو غالب لا يغلب، عزيز في سلطانه لا يمنعه مانع من عذاب من أراد أن يعذبهم، وهذا مناسب لقوله لهم عذاب شديد. ثم قال ذو انتقام أي صاحب انتقام، والانتقام هو أخذ المجرم بجرمه. ختم الله هذه الآية بقوله سبحانه والله عزيز ذو انتقام. وقد بينت معنى اسم العزيز ومعنى ذو انتقام أي صاحب انتقام، والانتقام هو أخذ المجرم بجرمه. وجاء منكرا يعني ذو انتقام، لم يأتي معرفا بأل التعريف الانتقام، لأن الانتقام ليس من أوصاف الله المطلقة، بل يوصف به الله عز وجل مقيدا ويخبر به عن الله مقيدا. والسياق هنا يفيد أنه منتقم من الكافرين الذين كذبوا وكفروا بآيات الله، وكما في قوله سبحانه إنا من المجرمين منتقمون. ولهذا ليس من أسماء الله المنتقم،
واسم المنتقم هذا ذكر في حديث الترمذي الذي فيه سرد الأسماء الحسنى، لكن هذا الحديث ضعيف، فلا يثبت الاسم لله عز وجل بوروده في هذا الحديث لضعفه، وإنما ننظر للأدلة الأخرى. وبالنسبة لهذا بالذات لا لم يثبت لا في هذا الحديث ولا في غيره، ويخبر عن الله عز وجل بأنه ينتقم من المجرمين أو ينتقم من الكافرين، ولا يوصف به وصفا مطلقا، ولا يسمى جل وعلا المنتقم. وهذا ما استنبطت الإشارة إليه من قوله ذو انتقام، ولم يقل عزيز منتقم. من الفوائد التي تستفاد من هذه الآيات، الفائدة الأولى عظم قدر علم الفروق، لا سيما في قضايا الاعتقاد، لأنه سواء قلنا إن الفرقان هو القرآن، فتسميته بهذا الاسم تدل على عظم ما تضمنه من الفرق بين الحق والباطل. وإذا قلنا على القول الآخر أنها هي الفروق عموما، فالأمر أظهر، فهذا يدل على عظم قدر علم الفروق، لا سيما في قضايا الاعتقاد، لأن الله عز وجل وصف كتبه المنزلة بأنها فرقان، ولهذا بالفرقان يزول الاشتباه. يعني أكثر ما تشتبه المسائل ويختلط على الناس الأمر في الفتن بسبب عدم الفروق، فيلتبس عليهم الحق بالباطل. العلماء الربانيون الذين يهتدون إلى الفروق، هذا العلم هو من أعظم العلوم التي يحصل بها الاهتداء لمن فتح الله عليه فيه. وهذا العلم يحصل بأمرين، يحصل للعبد الفرقان بأمرين. الأمر الأول الاهتداء بالكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة فرقان، كما وصف الله عز وجل كتابه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالاهتداء بالكتاب والسنة هو سبيل الوصول إلى الفرقان بين الحق والباطل. الأمر الثاني تقوى الله عز وجل، فإن الشخص حتى لو عرف الكتاب والسنة إذا عري عن التقوى قد يضل، ولو عرف لهوى يغلبه فيتبع الأهواء. ولهذا قال الله عز وجل ماذا؟ إيش الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالفرقان طريقه هذين السبيلين: الاهتداء بالكتاب والسنة، تقوى الله عز وجل. من سلك هذين الطريقين جعل الله عز وجل في قلبه فرقانا، وهذا من خير ما يؤتاه العبد. من الفوائد أيضا أن الكتب المنزلة، وهذه فائدة ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين في تفسيره، لا تجمع بين مختلفين في حكم، ولا تفرق بين متماثلين. وذكر الشيخ أنه يتفرع على ذلك إثبات القياس. الشيخ يستدل على إثبات القياس اللي عند الفقهاء، لأن القياس جمع بين متماثلين، وعدم الأخذ بالقياس تفريق بين متماثلين. من الفوائد أيضا أن تدبر اسمي الحي القيوم كما تقدم يفيد أن كل شيء مفتقر إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل غني عن كل شيء، فكن أيها العبد من المفتقرين إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء
إلى الله والله هو الغني الحميد. من الفوائد أيضا أن قوله أنزل عليك الكتاب، الذي نزل عليك الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل، تفيد وصف العلو لله عز وجل، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى، فالله عز وجل ثابت له وصف العلو، فهو جل وعلا في السماء له صفة العلو. وليس المراد في السماء أن السماء تحتويه، تعالى الله عن ذلك، أو أنها كما يقول ابن تيمية ليس معنى ذلك أنها تظله أو تقله، تعالى الله عن ذلك، وإنما المراد في السماء يعني في العلو، فالله عز وجل عال على خلقه بائن من خلقه، يعني ليس حالا جل وعلا في شيء من خلقه سبحانه وتعالى، فعرشه فوق السماء وهو جل وعلا فوق العرش مستو على عرشه بائن من خلقه كما قال السلف. من الفوائد أيضا أن الفرقان، وهذه فائدة ذكرها الطبري في تفسيره، أن الفرقان قد يكون بالحجة البالغة كما هو شأن القرآن، فالقرآن فرقان بالحجة البالغة، وقد يكون الفرقان بالقهر والغلبة كما في قوله سبحانه في وصف يوم بدر: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لأن هذه المعركة بيّنت وميزت بين الحق والباطل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين، اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.